تست مرحبا بكم مشاهدينا ومتابعين شوف تي في هذا البث المباشر مباشره من مدينه الجديده بالضبط بالغزوه. يعني كما كتشاهدوا معنا هاد السيد هذا اللي جرب العديد والعديد من المرات انه يجرب الهجره السريه ولكن لحسن الحظ انه ما صدقاتش ليه. الله كان معاه ما بغاش يعني حياته تضيع في البحر. ثلاث مرات تقريبا هو كيجرب ولكن قرر اليوم انه يتصل بينا باش انا نلبيو الدعوه ديالو باش يعاود لينا ويوعي الشباب باش ان الحريق راه ما فيهش شي مربحه راه فيه غير الموت الله يستر. يعني هاد الشباب اللي غادي يعاود لنا القصه هذه اللي ثلاث مرات هو كيجرب الهجره السريه. السلام عليكم اخويا. غنحاول تقرب اخويا الميكرو شويه عاد سميتو. السلام عليكم. وعليكم السلام خويا. اول حاجه بغيت نتعرف عليك منهم كيفاش جاتك الفكره، كيفاش تقررتي انك باغي دير الهجره السريه؟ يعني بغينا نعرفوا القصه كامله من الاول خويا. الفكره جاتني كاي شاب في هذه البلاد هذه. بس انا واحد السن يعني كنشوفو والدينا باقيين كيصرفوا علينا فهمتي. كتشوف راسك نتايا ديجا خارج من المدرسه كتشوف راسك ما عندك لا ديبلوم، كتشوف راسك هاد البلاد هادي ما واخا دير فيها اللي درتي غدير في الراجل ما غتوفرش لك داكشي اللي باغي انت، غدير كروسه ما غتوفرش لك داكشي اللي باغي انت. وفي كمثال انت اللي درتيها وتمشيات لك غتلقى المشكل مع المخزن وكذا فهمتيني. ديجا درت بروجيات صغار راك عارف، يعني بعت وشريت درت فراشات صغيرين، درت كروسة ديال زعزع شحال يقدك. ولكن كنلقى اما الخسارة كتكون ان المشروع كاع ما مربح في الخسارة اكثر من الرباح، ولا كنلقاو مشكل في البلاصة. وبالنسبة اخويا الفكرة ديال الهجرة السرية يعني كيفاش جاتك في بالك؟ كيف قررتي انك زعما تختار واحد الفكره اللي غتضيع فيها حياتك؟ واخويا الفكره جات في ليام كونفيلم كيبان ليا بنادم كلشي كنسمع خونا حرق خونا حرق خوتنا حرقوها ما وصلوا. بقيت كنشوف بحال هكاك. واحد المره جا عندي واحد العشيه قال لي واش ما نديروش ليها شي بلان حتى حنا نمشيو نخويو هاد البلاد؟ قلت ليه بحالاش؟ قال لي نحرقو. قلت ليه ولكن راك عارف فكرتي في الوالدين فكرتي بزاف. وا ضروري كتشوف ان والديك لو فكرتي فيهم غتفكر من الناحيه ديال انك خاصك تمشي وتجيب ليهم فهمتي. كيف ما كيقولوا تصاوبي والديك، يعني تمشي وتجي لهنايا وتجيب معاك باش يلا ترجع لوالديك داكشي اللي دايرو معاك. دابا فاش جاني عشير قال لي نديرو لها شي بلان بحال هكا. مشيت انا يا خويا تقريبا بعت شحال من حوايج كانوا عندي باش نحضر فلوس انني باش نحرق. كانوا قالوا لنا 2 مليون لواحد. 2 مليون باش تمشي. ولكن فاش درنا ولاي باش دخلت انا وعشيري بثلاثة ناقصوا لينا بريك 1.5 مليون لواحد. واخا خويا والمرة الثانية يعني اللي دو واخا هاد المرة الأولى اللي قصتي في هادشي كامل خويا من ناحية الوالدين ديالك يعني ما قالوا حتى حاجة في المرة الأولى كتشوف راسك كنتي غتوصل هادشي تقريبا جاي 4 أيام راه 3 أيام ونص نهار وسط البحر فهمتيني. لحمك كامل طابع لك شحال من حاجة كتولي باغا توصل النهار الآخر راه ما كتلقى با تاكل. فاش كتوصل راه بحال حنا راه ما وصلناش حنا، يعني غير فاش كتنزل من الفلوكه وكترجع يعني كتولي حاسب ايام ديالك حاسبهم راه كتحسبوا ديك الساعه. وانت راه فاش كتوصل انك توقف في الارض بحال ما عرفتش فوقاش وقف شي ديك الساعه راه ملي كتكون واقف في فوق البحر كتشوف ما كتبقى تشوف حتى حاجه قدامك. كتشوف ان
وصل منك غير البحر، وداك البحر ما كينتهيش. يعني جربت هاد الخلع هادي اللي وسط البحر ومبقى ولا مبقاش كيبان لك يعني شي امل فاش انك ترجع؟ واش غنقولك؟ وا كتقول في الايامات بعد النهار الاول قدرت تقول غنوصل قدر الله، حيت كتكون باقي فيك هذيك الطاقه واللعيبه. اما في اللي فاش كانت الايامات نهار شي نهار الثالث بعدا كتقول صافي غنموت ما نبقاش عايش. لدرجة بالليل باش واحد كيدور علينا كاملين، كندورو علينا باش من الفوق كنتخشاو تحت منه، ناس ما كيجيناش. هاد الغمية داك تغمض كدغيا كتفيق، يعني النهار كيدوز عندك بعام ولا كتشر. يعني بحال شكل ديال السجن؟ كتشر من السجن. السجن تحمد الله وتشكر راه بحر هذاك، راه يعني كنقول لك بحر ما كينتهيش، يعني تراك قدامك راه كاع ما كنتهي، يعني غتبقى غادي. ودابا خويا الفكره اللي خديتي على التجارب كامله اللي خديتي من حياتك، واش غنقول لك؟ مسكينه المره الاولى خدينا واحد التجربه ان هاد الشيء تقدر يصدق، تقدر تضيع فيه حياتك، تقدر تضيع فيه مستقبلك، تقدر تضيع راسك ووالديك معاه. لدرجة فاش كشداتنا لامارين ديال طنجة، فاش هبطونا كانوا هبطونا واحد البلاصة لتحت باردة، كاملين ملابسين لحوايجنا الأولو فازين. فاش هبطنا تمايا لتحت، أما نقولش لك تمايا الدنيا كيف كاينة وكيف دايرة وكيفاش خرجونا وقالوا لنا سيروا دبروا على راسكم باش ترجعوا. نسولك واحد السؤال، يعني ملي كتحتقوا من شي موقف بحال هكا ما كتقولوش الحمد لله رجعنا للحياه المره الثالثه؟ لا، حيت كتشوف راسك كنتي قريب توصل وفي الاخر كتحطم. يعني شنو الرساله اللي تقول للشباب اللي عندهم نفس الفكره اللي كانت عندك اخي؟ ونقول لهم هاد الفكره راه ما تسلكش، نجيك الصراحه، يعني هو كيشوف ان البنات كيسمع غير كيسمع خوتنا وصلوا خوتنا وصلوا، ولكن اخويا راه ما شافوش ان راه كاين شي فليك كيخرجوا، راه ما كتسيقوش تبقى كتسيقش لهم بنادم الخبار واش ميتين واش غرق واش فهمتيني. بحال مؤخرا حد الان راه صاحبي معاهم حد الان اخبارهم باقا ما عرفناهاش. لا اله الا الله، لا اله. يعني مشاهدينا ومتابعين شفتوا فيك كما سمعتوا، كانت هذه القصه ديال هاد الشاب هذا اللي دوز واحد التجارب من حياته اللي صعيبه بزاف. وكنتمنى هاد الكلام هادو اللي كانت عندي يعني كان يعني تقنع باش انا نبين وجه ديالو مكشوف، ولكن اللي ظروف انتم راكم عارفين قال لي واش صح لي الظروف شنو هما. يعني تمنوا الكلام ديالو يكون مفيد بزاف للشباب اللي ولات عندهم هاد الفكره هذه، وكنتمنى صوته يكون وصل تقريبا للشباب ديال المغرب كامل. نتلاقى معكم في بث مباشر اخر في امان الله، الى اللقاء.